كثير من الأشخاص بهذه الأيام عم في عندي مشاكل بالدورة الدموية، مشاكل بالقلب، جلطات، السكتات القلبية إلى آخره. في أعشاب هي بنستعملها كبريفنتيف مجا كوقاية لحتى نتجنب هذه المشاكل. أهم شيء هو الزعرور البري، فينا ناخذ مثلا أوراق الزعرور مع زهرة الزعرور قبل ما تفتح، ولحاء الأغصان الفتية من جففها بالظل ونستعملها كإنفيوجين، يعني كزهورات، بنغلي المي بننقعها، عم تعطي نتائج كتير إيجابية، بتمنع تسكير الشرايين، بتفتح الشرايين. ولكن الأهم شيء بالنسبة للزعرور، في الشخص يأخذ يعني الصبغة الأم من الزعرور المعمولة على طريقة الهوميوباثي، بيأخذ 20 نقطة مع أي سائل بحب يشربه 3 مرات باليوم. نحن بنعرف إنه الزعرور هي أول شيء بتفتح الشرايين، بترجع الإلاستيسيتي لجدران الأوعية الدموية. كثير من الأشخاص اللي كان عندهم مشاكل حقيقة تقريبا تسكير بهذه الشرايين، لما استعملوا الزعرور لمدة شهرين ثلاثة شفنا أنه الزعرور اشتغل كميكنسي أو كأشع بالأوعية الدموية، بيمنع تأكسد الشطرات الحرة اللي ممكن تسكر الشرايين، اللي هي عم يعني تتكدس الدهن والكوليسترول بجدران الدموية عم تسكرها. لما عم نستعمل الزعرور عم ننظف هذه الأوعية الدموية، عم نمنع الجلطات، عم نمنع السكتات القلبية. الزعرور هو آمن جدا، أي شخص بيقدر يستعمله، مثل ما قالت 20 نقطة مع أي سائل بحب يشربه، يعني 3 ml مرة يوميا نيت أو مع أي سائل بحب يشربه الشخص، وهو آمن جدا، لحتى كتير منيح بالنسبة لضغط الدم، للهايبرتنشن، للهايبوتنشن، للتاكيكارديا، دقات القلب السريعة. وكذلك الأمر مهم للأشخاص اللي بيعانوا من تسكير الشرايين، وخاصة الآن قبل الشتاء، يعني الأشخاص اللي بيعانوا من مرض تشيل بلينز، اللي هو بيصير فيه عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأطراف لما عم ياخذوا الزعرور، هؤلاء الأشخاص عم توصل الشتوية وما عم يعانوا من أي مشكلة أبدا، ومثل ما قلت الزعرور هو آمن جداً.